السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلة جديدة من سحر مغربي يعرف ويزاول في البيوت، حيث تقوم ساحرة بتعليم هذا النوع من أنواع السحر لربة البيت قصد علاج الأبناء وذهاب العين التابعة والحسد، وكذلك تأخذها رويدا رويدا حتى تقع في براثن الشرك، ومن ثم تصير حيث لا تدري لعبة لكل شيطان وكل إبليس. هذه السيدة اعترف الجني بفضل الله تعالى، واسمه مولاي عبس كما أخبر، وهو من الجان الذين يسكنون مدينة الجديدة. هذا الجني هو من سلط عليها الأمراض حتى أخذ عينها واعترف بهذا. وكلما أتت هذه المناسبة المولد النبوي كلما كثرت عليها الأمراض، أمراض شتى، حتى تضعف وتذهب للذبح لغير الله. لكن السيدة آمنت بالله عز وجل وأيقنت أن الشافي هو الله، وأن هذه الطريقة التي كانت تسلكها إنما هي طريق لا تجوز، ولهذا صرفت النظر عنها واحتسبت الأمر لله عز وجل. انظروا معي، تقول هذه السيدة أنها كانت تأتي بهذا السكين، لاحظوا معي، هذه اعترافات لمن عاش وعايش هذا الأمر. هذا السكين هو الذي كانت تذبح به لغير الله عز وجل، وهو ملطخ بالدماء، ملطخ بدماء، دماء كبش أو أكباش ذبحت لغير الله عز وجل، وكانت تظن أن فيها النفع. وهذا الغطاء الأحمر كما كانت تقول وكما قلنا لكم في الفيديوهات السابقة إنما يغطى قربان وقربة لسيدهم شمهروش. نعم، اللون الأحمر له علاقة بشمهروش، وهذا الأخضر له علاقة بمليكة. ولهذا ترى أن معظم الذين يقوم بالشدبة والجلالة وكذا يلبسون هذه الألوان، لأن كل لون يوحي لك على الجان المتلبس به، هذا عبارة عن مليكة. والألوان الأخرى كما هي تقول، وهذا نعرفه بفضل الله جل وعلا، فهي قربة للشياطين الآخرين. طيب، هذا أتت به من ضريح، لاحظوا معي اللون الأبيض، يعني لون الجان المسلم مثلا يزعمون هذا للشيطان مثلا، وأشياء ألوان أخرى. حتى المرآة، وهذا سر عجيب ترونه، المرآة لا بد أن تكون في طقوس السحرة، وخاصة الجن يميرة، خاصة الجن يميرة، وهذا باعتراف كثير من الجان وحتى هذه السيدة، وهذا نعرفه بفضل تعالى، أن الجن يميرة تحب التزين، تحب الضحك، تحب الرقصة، وهذه جن يميرة. ولعل الرقية يعرفونها، الميرة دائما إذا صعدت تصعد بالضحكة، التي تسمعونها أقولها مولد الضحكة. طيب، هذه ألوان كثيرة جدا، لاحظوا معي، ألوان كثيرة معها، لاحظوا معي، هذا تدرون ما هذا؟ هذا شيء عجيب، هذا كتف. طلبت منها الساحرة أن تأخذ الكتف الأيمن للشاة التي ذبحت ولفتها وتحتفظ بها اعتقادا أنها تنفع، وهذا حال السحرة. هذا له سنين طويلة ومعه يعني حناء وأشياء قربة للشيطان، وهو أصلا ذبح لغير الله جل وعلا. وكذلك يفعلون هذه الأشياء والتي تسمى باللدون، لاحظوا معي هذا اللدون، اللدون هذا كانت تأخذ هذا المصحف، انظروا معي، وهذا يأخذ الكثير، تأخذ المصحف القرآن، تأخذ القرآن وتكتبه دون تنقيط، هذا مصحفها، وتكتبه دون تنقيط، المصحف يكتب دون تنقيط، وبعد ذلك يطمس هذا اللدون في المياه ومعه آيات القرآن التي حرفت عن غير قصد، ولكن هي هذه إرضاء الشياطين كما يزعمون عليهم الذلة. طيب، هذا انظروا معي، هذا اللدون ومعه آيات تكتب بحروف يعني غير منقطة، بحروف غير منقطة، إرضاء للشياطين. هذه نميرة، هذا لون الميرة هذا. طيب، إذا رأينا هذه الأشياء تدرون ما هذا؟ هذه قصعة معها هذا الشيء، وهذه كلها كانت تعتبر من الأشياء التي يقرب فيها، اسمعوني جيدا، هذه الأشياء كان يوضع، راح يهددود، يوضع أشياء يوضع عليها
هذا دود يوضع عليها أشياء مثل التمر ومثل الفواكه الجافة، يعني الفواكه الجافة كانت توضع في هذا المكان، توضع في هذا المكان وتبقى لمدة مع الحناء والورد وأشياء أخرى، تبقى لمدة في البيت حتى تفسد، ثم إذا فسدت تزال وتأتي بفواكه جافة أخرى جيدة. وهذا إرضاء للشياطين، زاعمين أنهم يأكلون هذه الأشياء، يعطونهم ما يتقوسون به وما يتغذون به. وكانت حالتها ساحرة إلى منطقة من المناطق، فأخذوا هذه التربة. لاحظوا معي، هذه التربة هي تربة لمكان به الأولياء والأضرحة، يأخذون هذا التراب على زعمهم أن هذا التراب ينجيهم من الأمراض ويستشفى به، ويستشفى به لأنه في مكان مبارك، مكان الأولياء والصالحين. ولاحظوا معي شيء غريب جدا أوضح لكم الآن بالصوت والصورة. ترون في المناسبات الشركية أن أناسا يعجلون بأيديهم الزجاج، أو يرقصون فوق الزجاج، أو يأكلون الزجاج، وهذا لاحظناه وعايشناه مع كثير منهم، وهذه حقيقة ترونها الآن. لاحظوا معي هذا الزجاج، انظروا كم من كأس، هذه كؤوس تكسر وتصير على هذه الشاكلة، ويفركون بها أيديهم ويعجنون بها دون أن يصابوا بأي أذى. لكن الذي يحيلهم ويمنعهم من الأذى هو أن الجان هو الذي كان في ذاك الوقت يعجن بيديه أو يرقص أو يأكل الزجاج. هذه أشياء كانت تسمع هذه السيدة وهي تابت إلى الله، ونسأل الله تعالى يتوب علينا وعليها. طيب، هذه أشياء كلها صنعتها وصنعت الكثير، لكن الجان بفضل الله تعالى اعترف وهي أسلمت لله تعالى وآمنت بالله عز وجل ورضيت بقضاء الله وقضائه. لاحظوا معي، هذه نوع دائما تجدونها، أنواع من البخورات، أنواع من البخورات. وللأسف الشديد أن هذه السيدة استغلتها ساحرة، استغلتها ساحرة، كانت خادمة، فحالتها إلى ساحرة أخرى، فبدأوا في نهب أموالها بالملايين، ويقولونها أن في هذا شفاء، وأن في هذا لما للشمل، وفيه الصحة والعافية، وفيه المحبة مع الزوج والأبناء، قصدت كما تقول أن فيه خير، لكن هو عين الضلال والشرك. ومن أسلم وتاب إلى الله تاب الله عليه. ونسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل شرك. لاحظوا معي، هذا فيه أثر الحناء، كانت ترع فيها الحناء، واتركوا هذا الشياطين، الحناء تبقى في هذا المكان وتبقى للجان وللشياطين. نسأل الله العفو والعافية. فأحبابي، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصرنا على شياطين الإنس والجان، على عبادة الشياطين وعبادة الأهواء والماسونية، على عبادة القبور والشركيات والأضرحة، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سبل من اهتدائنا ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ أعلى يوم الدين، صلاة وتسليما دائما لأبدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.